السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. صحيح مسلم. أطلقت منظمة هاند باي هاند التطوعية وتحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية حملة مساجدنا في أمريكا، وتهدف الحملة لتوفير الخدمات والعناية بالمساجد والمصليات في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكنك مشاركتنا والحصول على تفاصيل أكثر عبر حساب المنظمة في فيسبوك وتويتر وإنستغرام وعبر هاشتاغ مساجدنا في أمريكا. معا نصنع الفرق.